بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جاء الاهتمام القراني في عده مواضع معبرا عن المرتبه الساميه للوالدين فنحن نجد في مواضع عديده في القران الكريم يوصينا الله سبحانه وتعالى بالإحسان للوالدين، تكرار لهذه المسألة. يعني مثلا نجد في سورة العنكبوت على سبيل المثال يقول سبحانه وتعالى: "وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا". في سورة لقمان: "وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ". في سورة الأحقاف: "وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا". في عدة مواضع في البقرة والنساء والأنعام والإسراء يقول سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا تتكرر هذه المسألة دائما وذلك لأن الولد يحتاج إلى التذكير بالاهتمام بوالديه واحد ممكن يسأل يقول ليش ما صار العكس تذكير الأب بالإحسان لأبنائه أو تذكير الأم يعني تذكير الوالدين بشكل عام بالإحسان إلى أبنائهم يعني السبب في ذلك أن الأب لعله أو الوالدين الوالدان بشكل عام لا يحتاجان إلى تذكير لأنهما هذه فطرة فيهم أنهم يخافون على أبنائهم يهتمون فيهم يعني ما عنده مانع أنه هو يكابد المكاره علشان أبنائه يعيشون بسعادة على سبيل المثال يؤثر على نفسه حتى يقدم ابنه عليه يتمنى أن ابنه يكون أفضل منه وهذه مقولة يعني معروفة أن الإنسان يحب أن هو يتفوق على الجميع وما حد يتفوق عليه ما عدا شخص واحد اللي هو ابنه عادي عنده بالعكس هو يتمنى أن ابنه يتفوق عليه ويكون أفضل منه هذا بشكل عام الشكل الطبيعي ولذلك ما يحتاج أن يوصى فيه يعني أقرأ لكم هذه هذه الوصية أو كان أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يخاطب ابنه الحسن يقول ووجدتك بعضي، على اساس انه هو ابنه. فيقول ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كان شيئا لو اصابك اصابني، انت اذا تعورت ولا صار فيك شيء كان انا اللي تعورت. هذا يبين لك يعني كيف ان الاب يخاف على ابنه. وكان الموت لو اتاك اتاني فعناني من امرك ما يعنيني من امر نفسي. فلذلك ما يحتاج ما يحتاج الاب ان تصير عليه توصيات متكرره انه يهتم بابنه اما بالعكس ضروري لازم الابناء ينشغلون في حياتهم مع ازواجهم مع ابنائهم على اعتبار ان هؤلاء الابناء سيصيرون اباء ويهتموا بابنائهم فالله عز وجل يوصيهم انه مهما انشغلتم لو شنو الظروف كانت عليك ان تهتم بابويك تعاملهم بشكل حسن بالبر والاحسان التعامل يكون مع الابوين، خصوصا الام. الام بعد ايضا لها مكانه خاصه، واحنا نقرا في اكثر من مكان هذا المعنى. مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بر الوالده على الوالد ضعفان. يعني دبل يصير بر الوالده على الوالد. كذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله نبئني ما حق الناس مني بحسن الصحبة أكثر شيء منه اللي لحق علي أني أصحبه بشكل حسن فقال أمك فسأله قال ثم من يعني منو أول شيء الأم خلاص عرفنا منه الثاني ثم أمك هذا تأكيد ثاني ثم من ثم أمك ثلاث مرات أمك ثم أمك ثم أمك ثم من ثم أبوك يعني يا الله الابو في المرتبه الرابعه، هذا تأكيد يعني هو ثاني شخصيه، لكن تأكيد على اهميه الاهتمام بالوالده، بالام. والله سبحانه وتعالى قد بين هذا الامر. وبين كم تعبت الام في هذا الامر، حملته امه وهنا على وهن، حملته امه كرها ووضعته كرها، طبعا وهنا على وهن في سوره لقمان في سوره الاحقاف، كرها على كرها، هذا كله يبين كم تعبت الام. في التربية وفي في الحمل والولادة والإرضاع والإطعام والتربية، لذلك استحقت الإحسان كأكثر شخص على الإنسان أن يحسن إليه ويعامله بشكل حسن وبالبر والطاعة والاحترام. ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى امر الانسان بان يحسن الى والديه وخصوصا الام اكثر من الاب ولذا نحن عندما نقرا رساله الحقوق عن الامام علي زين العابدين عليه السلام لديه رساله الحقوق بين فيها حقوق عده يعني عده جهات حق مثلا اول شيء طبعا حق الله سبحانه وتعالى ثم حق الجوارح ما هو حق سمعك ما هو حق عينك ما هو حق يدك جسدك ثم حقوق يعني بعض الأشخاص مثل حق المؤذن المعلم السائس الأمير إلى آخره من الحقوق التي ذكرها حق الأقرباء الأم والأب والأخ والابن فأول شيء لما حق للوالدين أول شيء ذكر حق الأم تعال نشوف ما هو حق الأم؟ كيف ماذا صنعت الأم؟ يبينها الإمام. فيقول: فحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحدٌ أحداً، من يتحمل يشيل واحد تسع شهور؟ هاي أمك حملتك. وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحدٌ أحداً، وأنت داخل في في بطنها هكذا. وأنها وقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها بس مو متضايقة لا بالعكس مستبشرة فرحة محتملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمها متأذية يعني شيء ثقيل تشيل إنسان معها وقاعد يأكل منها ويأخذ منها ومن طاقتها ومن عظامها لكن مع ذلك هي مستبشرة فريحة حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض خلاص الآن بعد الولادة شنو سوت لك بعد فرضيت هي يعني الأم فرضيت أن تشبع وتجوعه وتنعمك ببؤسها وتلذذك بالنوم بأرقها أنت مرتاح نايم وهي سهرانة عليك عادي ما عندها مشكلة في هذا الأمر وكان بطنها لك وعاء وحجرها لك حواء وثديها لك سقاء ونفسها لك وقاء تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك هي يحوشها الحار يحوشها البرد بس المهم انها تحميك انت ما يحوشك هذا الامر فتشكرها على قدر ذلك طبعا الشكر مو اللساني الشكر بالعمل بالاحسان كما ذكرنا والاحترام والتقدير والتعامل الحسن والبر فتشكرها على قدر ذلك ولا تقدر عليه الا بعون الله وتوفيقه، هذا حق الام. تعال الى حق الاب ثم يعطف عليها حقوق الاب فيقول وحق ابيك ان تعلم انه اصلك وانك فرعه هو الاصل هو لو مو موجود انت ما كنت موجود وانك لولاه لم تكن. فمهما رايت في نفسك مما يعجبك فاعلم ان اباك اصل النعمه عليك، اي شيء انت وصلت له من تميز عجبك من شكلك، من عقلك، من قدرتك فان اباك اصل نعمتك، اصل النعمه عليك. فاعلم ان اباك اصل النعمه عليك فيه فاحمد فاحمد الله فاحمد الله واشكره على قدر ذلك. فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله ولبر الوالدين آثار كثيرة وايد آثار الواحد لما يبر بالوالدين راح يحصل آثار كثيرة منها طول العمر في الرواية بر الوالدين وصلة الأرحام يزيداني في الأجل وهي صلة الأرحام إن شاء الله راح نتطرق لها بإذن الله فهاي من الأمور التي تزيد في عمر الإنسان بر الوالدين كذلك زيادة الرزق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل بيت ليكونون بررة يعني بارين بآبائهم فتنمو أموالهم فتنمو أموالهم وإنهم لفجار يعني هذول مو مؤمنين فجار أصلا بس لأنهم بارين لأنهم بارون بآبائهم فالله سبحانه وتعالى يكافئهم بأن ينمي أموالهم فتنمو أموالهم كذلك كفارة للذنب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله ما من عمل قبيح إلا قد عملته ما خليت شيء ما سويته فهل لي من توبة خلاص أنا أبي أتوب شوف شلون كفارة للذنب بر الوالدين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهل من والديك أحد حي إي قال أبي موجود حي أمي توفت لكن أبوي موجود قال فاذهب فبره مجرد ما انك تبر بابيك هذا يعتبر كفاره لذنوبك. وغيرها طبعا من الامور مثل الجنه من الحساب يحميك من الحساب وتحت يكون الانسان البار بوالديه تحت ظل العرش الى غير ذلك من الاثار. لا يزال كلام كثير حول الوالدين لكن نرجئه ان شاء الله تعالى الى اللقاء القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين.